يعني من جينا اول ما نزلنا من المطار نعم استقبلتونا مقابله كلش نعم جيد جدا، والمستشفى هم يعني والفندق يعني جزيتونا عدتوا بديكم، وما يعني ما توقعنا هيك يعني من عندكم يعني هاي المبادره، ويعني ان شاء الله نجاح شركتكم ان شاء الله يعني احسن الشركات، وما توقعنا هيك يعني استقبالكم انه، والحمد لله والشكر، وعمليه ابني يعني هم قمتوا بيها والدكاتره والكادر يعني الحمد لله والشكر ان شاء الله ناجحه وما قصرتونا. بالنسبه للفندق كيف كان المعامله؟ كله زين، فندق مستشفى وصول يعني توصلون يعني تودونا على يعني ماكو يعني ما خلفتوا ويانا يعني بموضوع شيء. مستوى المستشفى، النظافه، الممرض جيد جدا. يعني اول مره هيك يعني نشوف معامله مستشفى فندق، اول مره هيك نشوف معامله الحمد لله. تمت عملية ابني إن شاء الله بخير وسلامة، والفخر يعني لكم وشركتكم والمترجم هم يعني ما قصر. وبالنسبة للمواعيد، مواعيد مضبوطة مضبوطة، المواعيد مواعيد معكم، تجي التاكسي تاخذنا المستشفى، دكتور موجود يعني ما ننتظر ما نتأخر نرجع للفندق، ما في كل تأخير. المستشفى والفندق قريبين من بعض؟ قريبين يعني الفندق على المستشفى قريب. الحمد لله. شكر جزيل يعني شكر اشكركم وابني هم يشكركم يعني شكر جزيل وما قصرتوا معنا. شكرا، ان شاء الله ويقوم بالسلامه يعني فخر لكم، الفخر لكم من رب العالمين ولكم ما قصرتوا. شو بت اذا تخبر انه اشخاص اخبرهم اقول لهم احسن شركه هذه وشا يعني اتصلوا بهاي الشركه ناجحه وبتقوم يعني بكل خدمات، واحسن شركه هي شركتكم. الله يخليك.